صدمة في الحقيقة، صدمة لأخينا وأخونا أبو علام جعفر ربي يرحمه، وهذه سنة الحياة، إنا لله وإنا إليه راجعون. وتوفى في أيامات يعني كما نقول تاع تشريق، أيامات عزيزة عند ربي إن شاء الله، إن شاء الله راه في الجنة. هذا شو نقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم هنا راه نترحموا في جنازة أخينا أبو علام جعفر، عرفناه كرياضي وفي الحركة الجمعية والحركة الرياضية برج بعرايش، كان نشط وكان حتى مسؤول في الحركة الجمعية تاع اللي كانت تجمع كل الرياضات في برج بعرايش. وانا عرفته كسياسي على كل، عملت معه كمناظر في جبهته، في حزبته الوطني، هو كان كمسؤول وانا كنت كمناظر يعني بصمة القاعدة. ولكن مهما كان يعني الرجل معروف بخصاله انه كان يحترم حتى الذين يختلفون معه سياسيا. شخصيا اختلفت معه سياسيا وعرضته في عدة في كذا مواقف، ولكنه كان يأخذ آرائي واعتراضاتي بمأخذ الجد، وكان يحترمني ويقيم الرجال، يعني كان يقيم الرجال مهما اختلفوا معه في الرؤى. ولكنه كان إنسان يعني ذو قيم عالية، مهما يختلف معك ولكن يبقى دائما زميل ومناضل وأخ، يوقف معك في أصعب المواقف اللي تعترض الإنسان، يوقف معك بالفرح، يوقف معك بالقرف، يوقف معك. هذا الشيء اللي عرفناه غير مؤخرا. كان عندنا ذلك جنازة ونفقت مثلا شقيقي، ولكنه يعني بصريح عبارة ويختلف مع السياسيين، لأن أخي كان من حزب، هو من حزب، ولكن كان يقول لي بلي أخت صعب معي سعداني بالنائب رئيس حزب جيل جديد، ولكن قال لي أختلف معه في النظرة ولكن أحترمه كشخص، لأن موقفه كان دائما ثابتة وموقفه ثابتة. اختلفنا في الرؤى ولكن جمعتنا المحبة وجمعتنا النضال، اللي هو من أجل حب الجزائر. كان يحب الجزائر عن طريق على طريقته، كان يحب الجزائر أكثر من أي شيء. والآن والفقدان تاعو، تفقد برج بعراريج كاملة قامة من قامات السياسة، وتفقد الساحة السياسية رجل مناضل شهم ما خباش كلمته، كان يقول كلمته بأعلى صوت، ويفقد حزب التحرير الوطني رجل مخرس الحزب ناضل. ومهما كانت هناك مناورات ومساومات والناس تفرعت ومشات على الأحزاب، بقي ثابت من وقت لحتى الحزب لما أصبح الحزب في الحضيض، هو بقى دائما هذا الحزب، بقى يحمل شعار الحزب وناضل باسم الحزب، رحمه الله ورحمه كل الأموات المسلمين. وهذه الكلمة اللي يقولوا فيها زايدين مع بعض في الزمالة، وكبرنا مع بعض، ورحنا لفنان مع بعض في التسعينات صوفي ولفنان، وعني الحق تاع ربي إنسان متواضع، إنسان يعني ما عندي ما نقول فيه، إنسان يعني حنين بزاف كريم، وربي يرحمه ويسعده. وهذه هي الدنيا وهو سبع شهيد، الناس اللي يموتوا هذا الوقت كل شهداء، والحمد لله أخي هذا راه مات شهيد. فقدنا رجل بمعنى الكلمة، كان هو المنشط، هو اللي حكم الرياضة، وعلى نشهد له على الفولي، سي لوي لو كرياتور دو ليكيب دو بورج، إلى غاني 7 8 كوب بلوس دي شامبيونا، ربي يرحمه أخينا وربي يوسع عليه وربي يغفر له. يعني في هذا المومون هذا اللي يعني أصابنا، نطلب التعزية إلى عائلة المرحوم ليكس سيناتير جعفر نور الدين المدعو أبو علام، اللي هو حبيبي وصديقي كأخ كريم، اللي كانت يعني عندنا وقت وحنا مع بعض، اليوم توفى الله يرحمه ربي يوسع عليه، ونقول والله يرحمه والله يرحمه، أنه كان إنسان طيب، إنسان اللي أدى لمدينة برج بعرايش، يعني كان إنسان في المستوى، والله يرحمه هذا واش نقدر نقول. ربي يرحمه ويوسع عليه، كان إنسان مناضل يعني مخلص، ومدينة برج بعرايش يعني خسرت يعني إنسان بطل، يعني برج عامة وحزب جبهة التحرير يعني خاصة. المسيرة نتاعو كانت مسيرة يعني طويلة 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 بزاف، باسكو أنا كنت معاه وكنت وحضرت يعني مسادير من الصغر وحنا مع بعضنا، وشفوا المسيره نتاعو مسيره رياضيه قبل كل شيء،
والمسيره السياسيه كان دايرها يعني استدير كان مجمليها كان داير مجملي ما بين المسيره السياسيه والمسيره الرياضيه. وكان انسان يعني مخلص، كي تقول مخلص مخلص للحزب مهما كانت العروضات اللي تلقاها والامور اللي ذاك، ولكن كان انسان يعني انسان منضبط، انسان ثابت، انسان يعني واش راح نقول لك انا، والله يعجز اللسان مش يهضر. انسان فقدنا انسان يعني انا كان صديق ليا مهما كان يعني كانت عندنا شويه ظروف نويه هكذا، مي نونبيش كو يعني واش راح نقول لك هذاك، ربي يرحمه ويسع عليه وربي يصبر الاهل نتاعو. وخدمنا معاه منطقة تاع بلديه لمده 5 سنوات، وين ظهر بانه رجل مبادئ، رجل مواقف، رجل شرف البرج، رجل يعني كان مثالي في التصرفات نتاعو سواء مع الزملاء سواء مع المسؤولين سواء مع اي شخص اخر. هذا هو بعلم، هذه هي شخصيته، وربي يرحمه ويرحم امه محمد اجمعين. إنا لله وإنا إليه راجعون.